ما حكم من إذا غضب تلفظ بألفاظ سيئة وقد يطلق كلمة الكفر على من أمامه أو الزنا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز تلفظ بالكفر أو يتلفظ بالقذف، أمر لا يجوز ولا يحتج بالغضب، ما يحتج بالغضب ويقول إذا غضبت تعمل كذا، استعيذ بالله من الغضب. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعيذ بالله إنه هو السميع العليم، فعليه أن يستعيذ بالله من الغضب، يتجنب أسباب الغضب، يعالج نفسه عن الغضب. نعم.